السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي سي بي، وكذلك المستوى الثاني ابتدائي سي أو أن، وكذلك باقي التلاميذ المتعثرين في مادة اللغة الفرنسية خصوصا لا ليكتور. سوف أقدم لكم هذا الفيديو لكي تتمكنوا من التغلب على هذا المشكل. أولا يجب عليكم إيقاف الفيديو لكي تسنى لكم قراءة المقاطع جولي لسيلاب. هيا لنستمع. حاول إيقاف الفيديو ثم قراءة المقاطع. إذن محاولة جيدة، إليكم الحل. استمعوا جيدا. با أب ب أب بي إب بو أب بي بو بو بو. هيا قفوا الفيديو وحاولوا مرة أخرى. إذن المحاولة كانت موفقة، إذن إعادة التصحيح. با أب ب أب بي إب بو أب بي بو بو بو. إذن جيدا، يمكن معاودة الفيديو لاحقا لكي تسنى لكم قراءة بشكل جيد والتمرن بشكل جيد. إذن يعني نستمر. إليكم هذه الكلمات المصورة: ان كارتابل، ان اربر، دي بومبو. حاول قراءة هذه الكلمات بسرعة: ان كارتابل، ان اربر، دي بومبو. قفوا الفيديو وحاول قراءة هذه الكلمات. محاولة موفقة، إذن صحيح. أن كارتابل، أن أغبر، دي بومبو. إذن بقية الكلمات: أن لافابو، أون بال، أون بالانسوار. هيا قوموا بقراءة هذه الكلمات. أن لافابو وي، أون بال وي، une balançoire, très bien, une balançoire, des sabots, جيد. Un cartable, un arbre, des bonbons, un lavabo, une balle, une balançoire, des sabots, جيد. إليكم بقية الكلمات. حاولوا إيقاف الفيديو إذا استطعتم قراءة الكلمات. جيد جدا. أظن أنكم تمكنتم من قراءة شيء بشكل جيد هذه الكلمات. إليكم التصحيح: أن بيبي، أون بوتي، طومبي، أن بوكي، لوب، بافاردي، أون بانان، أن باتو. إعادة مرة أخرى: أن بيبي، أون بوتي، طومبي، أن بوكي، لوب، بافاردي، أون بانان، أن باتو. نعم جيد. إذن في الأخير بالنسبة للتلاميذ المستوى الثاني ابتدائي وكذلك باقي التلاميذ المستوى الثالث والرابع ابتدائي الذين يعانون الكثير من مشاكل، إليكم هذا النص كنوع من التدريب. إذن يجب عليكم إيقاف الفيديو، قراءة بطيئة شيئا ما، حاولوا استعانة بتقطيع الكلمات إلى مقاطع، يعني ديكوبي لي مو اون سيلاب، ثم إذا استطعتم قراءة بشكل جيد مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة. المهم قفوا الفيديو، حاول قراءة هذا النص إذا استطعتم. إذا بعد إيقاف الفيديو قراءة بشكل جيد هذا النص عدة مرات، موفقين إن شاء الله. ولكن إليكم التصحيح، نتكلم على التلاميذ المستوى الثاني ابتدائي والثالث والرابع والخامس ابتدائي. إذا بالنسبة للتلاميذ المتعثرين في لا ليكتور: صوفيا، بيرس لو بيبي سور لا بالانسوار. جيد. لو بيبي بلور اي لا بوزوان دو سون بيبرون. جيد مزيان. استمعوا جيدا. بور لو كالمي صوفيا lui apporte des bonbons. Non. Mais rien à faire,
Le bébé réclame toujours son biberon. جيد. حد الآن جيد. On lui apporte une sucette, mais il la rejette. نكتفي بهذا القدر وسوف نعيد مرة أخرى لكي يتسنى لكم الوقوف على التعثرات. Sofia berce le bébé sur la balançoire. Le bébé pleure. Il a besoin de son biberon. Pour le calmer, Sofia lui apporte des bonbons. Mais rien à faire. Le bébé réclame toujours son biberon. On lui apporte une sucette, mais il la rejette. نعم جيد. إليكم بقية النص. Sofia ne sait plus quoi faire pour calmer le bébé. Elle appelle sa maman qui court vite dans la cuisine. Elle prépare pour son bébé une tisane en attendant d'aller acheter du lait. Elle appelle sa maman qui court vite dans la cuisine. Elle prépare pour son bébé une tisane en attendant d'aller acheter du lait. أعيد مرة أخرى النص من الأول. Sofia berce le bébé sur la balançoire. Le bébé pleure. Elle a besoin de son biberon. Pour le calmer, Sofia lui apporte des bonbons, mais rien à faire. Le bébé réclame toujours son biberon. Elle lui apporte une sucette, mais il la rejette. Sofia ne sait plus quoi faire pour calmer le bébé. Elle appelle sa maman qui court vite dans la cuisine. Elle prépare pour son bébé une tisane en attendant d'aller acheter du lait. إذا نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء. قمنا بأنشطة قرائية مهمة جدا بالنسبة للمستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي، خصوصا هذا النص معمول بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي والرابع ابتدائي وكذلك المتعطرين حاليا في المستوى الثاني ابتدائي في المدارس الخاصة معنا ليزيكول بريفي. إذن نتمنى لكم موفقية وإلى الجميع واحد سعيد للجميع. إذن إلى اللقاء في فيديو قادم وانتظرونا كل جديد على سلسلة من تحدي القراءة وكذلك التغلب على مشاكل لكتور بشكل نهائي. Voilà. Merci. À très bientôt.